ايه يا قلبي ماما ايه؟ امسكيه يا جوجو امسكيه. يا مساء الخيرات يا امارات، عاملين ايه يا حبيباتي؟ كل سنه وانتم بألف خير. اعملوا منشن لصحابكم علشان يشوفوا معانا اللايف الجميل ده. كل سنه وحضراتكم بألف خير يا رب. مساء الجمال. آية من الله. لولو حبيبة قلبي يا لولا، ربنا يصلح حالك يا قلبي ويبارك في عمرك يا رب. بصوا يا الله آمين 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 قول يلا امين 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 يا الله 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 قول يا توتو قول يا الله يلا بابا قول يا الله يا الله يا الله يا الله يلا قول يا الله يلا يعني يعني يا الله يا الله يا الله ما تهزنيش بس يا توتو بنقول له ما تهزنيش يا الله يا الله قول يلا يا الله استنى نصغر الشاشه تاني استنى نصغر الشاشه قول يلا يا الله بيقولوا الجو بكره هيبقى حر يا جماعه اللي عنده مشوار يقضيه بدري قبل الحر كل سنه وحضراتكم بالف خير يا رب يلا قول يا الله يلا يا الله يا الله يا الله وانت طيبه يا قلبي روحي بعيد كده يا جوجو يا الله حط ايدك كده حط ايدك اصبري يا ماما خليكي ثابته 50 في السعوديه يبقى اكيد هنا 55 انا اجي عندكم عشان اتفرج يا سوسو تنوريني يا قلبي والله انا بعمل كل يوم اللايف ده علشان خاطركم والله ربنا يفرحنا واياكم يا رب من باب ادخال السرور على قلب مسلم ما تنسونيش بقى ساعه الفطار تدعوا لي دعوه حلوه يا الله يا الله لا ده احنا عندنا هتبقى حر بقى هيبقى حر قتل يعني القمر كمان مخنوق لو يبان صورته كنت وريته لكم عايز الناس تطبل له زي زمان رانيا مساء الخير يا قلبي كل سنه وانت طيب بابا. الجو هيبقى حر كله يحرس بقى بكره ويقضي اللي وراه بدري يا الله يا الله يا الله قول يا قول يلا يا الله يا يا الله قول يا توتو
يا الله يا الله. أربعين والله ما عارفة، بس ما بتفرقش يعني، بيبقى 50 وبقولوا لك 40. ازيك يا عم حسين؟ اتفضل، كل سنة وانت طيب. ايه؟ لا ده انا بنصور المسحرات. كل سنة وانت طيب. انت طارق جوه اهو. لا والله هو طالع شغل الصبح ان شاء الله. يا رب الله يخليك يا عم. اتفضل. بس بقى بس 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 ايه ايه. تعالي يا لولو، مصر مستنياك يا قلبي. على فكرة مصر بتحتضن كل الناس، بس ما حدش بيرضى يحتضن حد من بلدنا. يا ماما ندعي كلنا بفك الكرب على القدس يا جماعة، ربنا ينتقم منهم يا رب. ها؟ اللي بيعملوه فيها. يا ماما تعالي يا روحي تنورينا يا والله. ماما طنط بره مصر؟ اه. ادعي لها تيجي بالسلامة. ربنا يرجعك بالسلامة يا لولو يا رب. لا جودي هنا اهي. نزلتش النهاردة، مقفلة كده وزعلانة علشان في واحدة صاحبتنا مخصماها. لا يا ماما مش عشان دايما. ده طنط ام ساجده اللي بتسال عليك. انت عارفه يا ابو هبه. خلاص بلاش تسيح في اللايف بقى، بلاش تسيح. هي ابو هبه. يلا هنقول لكم مع السلامه، مع السلامه، مع السلامه في الوقت المناسب. مع السلامه، هتوحشونا. كل عام وانتم بخير. عليكم بالخير.